كيت كات نزلت طعم جديد، كيت كات بالسينابون، سعره 12 جنيه لسه نازل السوق جديد. بصراحه ازاي كيت كات بالسينابون انا مش عارف بصراحه، ميكسات غريبه وجديده وجدع. انا شفت كيت كات بالكراميل، كيت كات بالشوكولاته عادي جدا، كيت كات بشوكولاته بيضاء عادي برده، ولكن كيت كات بالسينابون غريبه قوي، وهي الوحيده برده اللي كانت عامله 12 جنيه، لان كل الكيت كاتات الثانيه عامله 10 جنيه، دي الوحيده اللي كانت عامله 12 جنيه. ولما جيت سالته ليه قال لي عشان هي جديده. فانا مش عارف بقى هل هي اصلا سعرها 12 جنيه ولا السوبر ماركت ده ضحك عليا عشان بس هي جديده وجدع. يعني فلو في اي حد شغال في كيت كات والكلام ده يقول لي برضو ايه الحوار ده، او لو انت عندك شوف بتتباع بكام وقول لي تحت في الكومنت. كيت كات بالسينابون تعالوا نفتح ونشوف عامله ازاي. ميكس خطير قوي قوي، يعني هي اصلا طالعه متكسره اصلا وحوار، اعتبرها مش متكسره يا زميلي، ماشي اعتبرها مش متكسره. بص الكيت كات جميله ازاي، ما علينا بقى ما علينا. عايز اقول لك من ساعه ما طلعتها في ريحه قرفه مالت المكان حرفيا، سينابون بقى وكده وبتاع بقى. ده الحشو بتاعها من جوه لونه لون السينابون كده، او لون اخضر سيكا، يعني ريحته سينابون جدا جدا. او اللي ما عرفش يعني ايه سينابون، هو في مطاعم اسمها سينابون بتعمل اكل هناك وحلويات وكده يعني بالقرفه، فهو ريحته قرفه جدا جدا. تعالوا ندوق. بسم الله. ميكس غريب قوي، انت بتاكل شوكولاتايه بالقرفه، يعني شوكولاته من بره وقرفه من جوه. الميكس على فكره مش وحش خالص على فكره، وهي متقطعه، بس هو انا خدت بالي ان هي مكتوب ان هي تنفع للناس بتوع الجيم، ان هي طاقه كده يعني فيها 220 كالوريز فقط، يعني دي فيها 220 كالوريز فقط، مش عارف هل ده كده كتير ولا قليل يعني، بس هي مكتوب ان هي ايه تنفع للناس بتوع الجيم ومكتوب عليها طاقه. يعني طعمها حلو جدا جدا، كاديها ميكس كيت كات بالسينابون كده يعني ممكن ياخد معايا 9 من 10. ميكس غريب كده مش عارف ازاي، يعني بص اكنك بتاكل شوكولاته بالقرفه بالظبط، شوكولاته الحشو بتاعها قرفه من جوه. ده يعني اقرب طعم ممكن اوصله لك كمشاهد بتتفرج عليا، لكن كتجربه لا حلوه جدا جدا على فكره، واديها 9 من 10. لو عايزني برده اجرب برده منتجات تانية فيها ميكسات كده غريبه والكلام ده اكتب لي تحت في الكومنت ونجيب المنتج ده ونجربه مع بعض. شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100 الف في اقرب وقت. وكالعاده دوس يا كوتش، سلام عليكم.